ننتقل إلى صحيفة العربي الجديد. مسيرة الأعلام، تأهب إسرائيلي وقلق من انتشال من اشتعال المنطقة واشتعال القدس. تعيش القدس المحتلة حالة من الترقب المشبع بالتوتر على وقع ما يسمى بمسيرة الأعلام الاستفزازية التي تنظمها جهات إسرائيلية سنويا منذ عام 68 احتفالا باحتلال الشطر الشرقي من القدس في نكسة يونيو حزيران عام 1967 تحت مسمى يوم توحيد القدس. وستنظم المسيرة غدا الخميس، بحيث تنطلق من غربي المدينة لتشق طريقها عبر أبواب البلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق وسط تأهب وتخوفات إسرائيلية من اشتعال الأوضاع في القدس. وخلافا للسنوات السابقة، تنظم هذا العام أيضا مسيرات باتجاه البلدة القديمة وتنطلق من المستوطنات المقامة في شرقي القدس، إذ تشعر الجماعات المتطرفة براحة أكبر في عهد الحكومة الحالية، ما دفع عددا منها للإعلان عن نيتها محاولة اقتحام المسجد الأقصى بالأعلام الإسرائيلية، مثل حركة ما يسمى العودة إلى جبل الهيكل. ننتقل وإياكم إلى الكاريكاتير، نتابع. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من صحافة حول العالم، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة في أمان الله.